راغب بتعملي هنا؟ امال فين ام حسام؟ بقولك يا حبيبتي، ما تعرفيش فين عصاية البيسبول اللي انا كنت اديتها لله يرحمه عشان يلعب بيها؟ هو ليه علي بيجي على بالك اليومين دول؟ يعني ناسية كل حاجة. فاكرة اسم علي؟ مش فاكرة العصاية اللي انا اديتها لك بعد ما الله يرحمه مات؟ اطلعوا خدوها. الو، ايوه يا جدي. مين معايا؟ احمد مفتاح الامن يا ديزل. انا رحت اجيب علبه سجاير ولما رجعت لقيت الاستاذ راغب ومعاه كذا واحد كده خارجين من باب الفيلا، وكان معاهم الاستاذه بس كان شكلها تعبان شويه. وانت لقيت الموبايل فين؟ انا سمعته بيرن ومحدش بيرد. طلعت لغايه الاوضه فوق لقيت الشنطه مرميه على الارض والتليفون واقع جنبها. وفي ايه يا ديزل؟ مفيش حاجه. سلام يا احمد. الكلام ده حصل امتى؟ حصل امبارح بالليل. ما عرفتش هتقولوا لي؟ لسه ما عرفتش حاجه يا فايز. اعرف منها كل حاجه من فوق. من فوق. اقفل يا باشا عشان ما تجرمش بينا.
سبت لك الباب مفتوح عشان ما يصحش باشا زيك يقف على السلم. انت مين وعايز ايه يالا؟ يعني انا اقول لك يا باشا وانت تقول لي يالا؟ انجز. اسمي بدر الديزل، عايز اعرف خدت دنيا على فين. وما تقلقش يا باشا، الفيديوهات اللي معايا لا ابعتها للحكومه ولا ابعتها الراجل ده. بص يا روح امك، انت لا هتبعت فيديوهات لحد ولا هتنزل من هنا لحد ما اعرف حكايتك ايه. سيب اللي في ايدك ده وانزل على ركبك. يلا يلا تاني برضو. تمام. فايز عملت ايه؟ انا بعدت فايز عند اللي خلقه. انا بدر الديزل، عايز اشوفك راغب بيه. انا كمان المفروض ان انت تبقى عندي دلوقتي، بس معرفش اتاخرت ليه.